بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال زي ما تعودنا كل يوم حد اربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي النص الاول من حلقتنا بيبقى مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها والحقيقه النهارده عندنا مجموعه كبيره جدا من الاخبار لان احداث كبيره حصلت الاسبوع ده يعني احداث منها مع النادي الاهلي وفي احداث ايضا مع المنتخبات ويعني هيكون فيها اخبار وتعليقنا عليها بشكل يعني يعني بعمق شويه وتفصيلي اكتر من الحلقات السابقه. النص الثاني الفقره الحواريه. حضراتكم عارفين انه كان منتخب مصر للتنس الطاوله مشارك في بطوله افريقيا الاسبوع اللي فات يعني اخر 10 ايام كان مشارك فيها هناك بمجموعه كبيره من اللعيبه ممثله لمصر منهم طبعا مجموعه كبيره من النادي الاهلي والحقيقه فرق مصر حققت نتائج كبيره جدا مدعومه بلعيبه النادي الاهلي، النهارده هتكون حلقتنا عن تنس الطاوله، هيكون معانا النهارده الاء يحيى نجمه مصر في تنس الطاوله واللي انضمت حديثا الى النادي الاهلي، وهيكون معانا كابتن عادل شومان المدرب العام للسيدات في النادي الاهلي، عشان نعرف من الاثنين كل شيء عن داخل النادي الاهلي وايضا كواليس بطوله افريقيا اللي فاتت، ومناسبة الاء حصلت على الميداليه الذهبيه في زوجي السيدات هي وهنا جوده وبالنسبه للفرق ايضا حصلت على الفريق يعني على مستوى فريق مصر حصلت على الذهب ايضا اذا يعني انجازات كبيره في تنس الطاوله انجازات هتشوفوا حتى مردودها على الترتيب العالمي للاعبتنا الموضوع بقى افضل كتير وفي لاعبات يعني قفزنا يمكن 21 مركز في التصنيف العالمي وفي لاعبات عندنا تصدرنا التصنيف العالمي يعني هنجيب لكم الخبر بالتفصيل ولكن ما شاء الله عندنا البطوله افريقيا يعني عملت طفره كبيره جدا جدا لمصر على مستوى الفرق وللفردي على مستوى اللاعبين واللاعبات طيب هنروح للخبر يعني الابرز الاسبوع ده وهو السوبر المصري كره اليد وبعد هزيمه النادي الاهلي وفوز نادي الزمالك بالسوبر آه كنا اول مبارياتنا كان مع سبورتنج يوم الاحد وفزنا على سبورتنج فرق هدف وبعد كده لعبنا يوم الاثنين مع آه نادي الزمالك وللاسف لم نوفق وخسرنا طبعا بنقول هارد لك للنادي آه آه الاهلي ولكن في بعض الامور اللي انا يعني عايز لها اجابه ويعني محتاجين ان احنا يعني نفكر مع بعض شويه زي ما تعودنا برنامج الابطال احنا دايما بنفكر مع بعض ممكن يبقى في سبب ايه ايه اللي حصل الدنيا ماشيه ازاي اولا النادي الاهلي خلينا نرجع بالفلاش باك شويه النادي الاهلي السنه اللي فاتت ركز مع الفريق كمجلس اداره بتكلم كمجلس اداره طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب ركزوا بشكل كبير مع الفريق دعموا الفريق بصفقات جديده دعموا الفريق بجهاز فني اسباني وايضا قطاع الناشئين ايضا بمدير فني اسباني حصل طبعا دعم اللاعبين، معسكر اعداد جيد جدا جدا سافروا اسبانيا الفريق لعب اللي طلبه المدير الفني اتحقق، يعني سافروا اسبانيا لعبوا مباريتين بعد كده طلعنا على البوسنه لعبنا ثلاث مباريات، رجعنا كملنا مبارياتنا هنا وديه في مع فرق مصريه ودخلنا على السوبر، اذا الاعداد جيد. دعم اللاعبين جيد. عندك لعيبه شباب كويسين جدا. يعني عندك لعيبه كويسين جدا على مستوى الشباب او السن الصغير احنا افضل بكثير. طب ايه اللي حصل؟ ليه خسرنا ماتش السوبر بالرغم ان احنا بالورقه والقلم افضل في الوقت اللي نادي الزمالك خسر جهود اتنين لعيبه كانوا مميزين جدا السنه اللي فاتت الاخوين الدرع مش موجودين السنه دي بالاضافه لاصابه كمان في ابرز اللاعبين هناك يعني انت بتتكلم في ثلاث لعيبه مؤثرين جدا مش مودي مودي محمد مودي مصاب بصليب ربنا يشفيه طبعا نتمنى السلامه لكل لاعبتنا ولكن نادي الزمالك مفتقد جهود ثلاث لاعبين كانوا مؤثرين جدا السنه اللي فاتت يعني بنتكلم على الاخوين درع خلصوا ماتشات كثيرة جدا قدامنا السنه اللي يمكن ماتشين ثلاثه ما بيلعبوش السنه دي اذا فين المشكله انت افضل انت بتعدي احسن انت شبابك احسن المشكله فين والله انا يعني يعني شايف ان يعني الفريق محتاج روح اكتر يعني لازم نلعب بروح وتارجت وهدف اكبر انت لما يبقى عندك هدف بتتواجد الروح انت ممكن تكون اقل فنيا وشفنا ده في ماتش في افريقيا في السوبر الأفريقي يعني قصدي أقول لك إن أنت ممكن تبقى أقل فنيا والمنافس أقوى ولكن بالروح بتعوض للأسف الفريق افتقد الروح في هذه المباراة والروح كانت مهمة جدا 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 يمكن هي دي اللي ميزت يمكن الزمالك عن النادي الأهلي كنا محتاجين الروح كان محتاجين تركيز أكتر من كده لازم اللعيبة والكبار اللعيبة الكبار أنا بختص اللعيبة الكبار ليه أنا بقول كده أولاً أنت عندك اتنين من الصغيرين اثنين لعيبه 20 سنه و19 سنه و21 سنه عندك مهاب سعيد ادى مباراه كبيره جدا عندك حميد حارس مرمى ادى مباراه كبيره جدا الاثنين صغيرين في السن يعني الموضوع مش محتاج خبرات ولا حاجه الموضوع بس محتاج روح الاثنين دول كان عندهم روح كان عندهم دافع كان عندهم اه زي ما بتقول احنا بنقول في الرياضه غلوا على جزوا على اسنانهم جزوا على اسنانهم في الملعب كده عملوا مباراه كبيره جدا لا احنا مش عايزين واحد ولا اثنين احنا عايزين حاله الروح دي او الروح دي تبقى على الكل الكل يبقى عنده حته الروح والعزيمه وان احنا نازلين نكسب، انا شايف معلش ان الـ الـ السبب الرئيسي هي الروح، غياب الروح يمكن معرفش هل رهبه المباراه هل ان انت بعد ما تلقيت كذا خساره السنه اللي فاتت فانت نازل قلقان ممكن ده على فكره بيقلل الروح شويه، بس انا لازم انا اللي افوق نفسي ولازم العب بروح والروح ده بيبان في الدفاع، احنا للاسف دفاعنا ما كانش جيد دفاعنا ما كانش جيد بدليل ان في لعيبه ما كانتش على الساحه خالص ومش مع لها حساب فني وعملت قدامك جيم كويس، معنى كده احنا لما كان يحصل ده في الرياضه يبقى معنى كده ان انت مش مستعد ومش قاعد على رجليك ومش بتدافع بقوه عشان يجي لعيب مش محسوب فنيا يسجل فيك ويبقى سبب في المكسب، اذا هي الروح، لازم اللعيبه تقعد مع بعض، لازم اللعيبه الكبار خاصه اللعيبه القياديين، خلي بالكم السنه دي مفترق طرق. السنه اللي كان في يعني بعض الاعذار ان انت ناقص، ان انت مصاب مصابين، محتاج خبرات، محتاج محتاج كل ده مجلس اداره وقف بشكل كبير في ظهر الفريق دعم فني، دعم معسكرات، اعداد، خاصه ان راس مدير نشاط الرياضي كابتن خالد العوضي ورجل كره يد، فاذا عمل كل ما هو ممكن يتعمل للفريق، ولسه ولسه في كمان جاي هيتعمل. الروح لازم اللاعبين يعني تقعد مع بعض، لازم يتعاهدوا مع بعض خلاص ما ينفعش بطوله ثانيه تتخسر السنه دي، الفريق بيستعد لاستكمال طبعا دوري الدوري بقى هيبتدي الدوري عندنا ماتش المعادي ان شاء الله هيتلعب الاسبوع القادم وبعد كده بنستعد بقى وبعد كده بقى يعني احنا هنلعب ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع المعادي على الساعه 4 العصر في النادي الاهلي او صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر نادي الاهلي بالجزيره اليوم اللي بعده السبت احنا باي الثلاث اللي بعده هيبقى الجوله الثالثه عندك بتستعد للمشاركه في بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري ولا في تونس من 30 سبتمبر وحتى 7 اكتوبر يعني الكلفة في اسبوعين كمان هيبقى أه يعني بالكثير اسبوعين هكون مسافر تونس يعني انت عندك خلاص الدنيا قربت لازم الفريق يفوق واللعيبه الكبار تفوق خلاص انت رايح على بطوله افريقيا مهم جدا مش هينفع السنه اللي فاتت ابتدينا الموسم ببطوله ابطال الكؤوس السنه دي لم نوفق في اول بطوله انت عندك بطوله افريقيا للابطال الدوري محتاجينها ولازم ناخدها والروح انت هنا مش طالع تنافس بس نادي الزمالك انت طالع تنافس الانديه التونسيه انت بتلعب في تونس البطوله في تونس فاذا هيبقى الترجي والافريقي مشاركين من غير ما يعني ما ما يعني ما فكر. فطبعا انت عندك يعني منافسه اكتر واشرس فطبعا لازم يبقى في روح بدون روح مفيش اي